إن شاء الله النهاردة ميعادنا مع ريفيجن أول بارت من الجيومتري بارت 1. معانا الملزمة هنحل مع بعض واحدة واحدة كده. أول حاجة خالص خدناها السنة دي كانت عبارة عن اللاين سيجمنت والري والستريت لاين. طبعا أصغر حاجة فيهم هما التلاتة، اللاين سيجمنت. فاكرين يا اولاد لما قلنا اللاين سيجمنت ده الطفل لما كبر بقى ري، لما كبر وعجز بقى ستريت لاين. ها حتى كنا بنقول الطفل اللاين سيجمنت والاب الري والجد. الجد مين؟ الستريت لاين. جميل جدا، دي فاكرينها؟ حلو قوي. اكس واي لاين سيجمنت ايه علاقته بالستريت لاين؟ سبسيت. صعبه دي؟ طب تعالى هنا، الري سبسيت من مين؟ الري جزء من مين؟ لا ستريت لاين، ستريت لاين. تاني اصغر حاجه ايه؟ اصغر حاجه ايه يا اولاد؟ اللاين سيجمنت لما كبر بقى الري، اللاين سيجمنت سبسيت من الري، والري سبسيت من ايه؟ من الستريت لاين. يعني هقول لك على حاجه دلوقتي يا ابني، فصل 1A بريب جزء من اولى اعدادي صح؟ وجزء من مدرسه الحريه. تاني بقى، يبقى مين الصغير فصل 1A بريب؟ الاكبر شويه اولى اعدادي، الاكبر خالص مدرسه الحريه. ها وصلت كده ولا ما وصلتش؟ طب يبقى 1 و 2 كده تمام. خلي بالك بقى من نمبر 3. مين فاكر نمبر 3؟ يونيون اوف تو ريز ويز ذا سيم ستارت بوينت. بص كده معايا، انا عندي هنا ري الستارت بوينت بتاعته ايه؟ ايه؟ والستارت بوينت بتاعت الري الثاني ايه؟ سيم ستارت بوينت. يونيون اوف تو ريز ويز ذا سيم ستارت بوينت يديني انجل الفيرت. خلي بالك بقى معايا اهو، ادي اي بي ري و اي سي ري، الاثنين يدوني ايه؟ اليونيون بتاعهم يديني ايه؟ انجل. الاي في النص، الفيرتكس في النص، فاضل مين ومين؟ بس او سي وبي، مفيش مشكله. يبقى هنختار نمبر سي. اللي عنده مشكلة يا ولاد يسأل. دخلنا بقى، ايه التي المقلوبة دي؟ ايه التي المقلوبة؟ بريبنديكولار. جميل جدا. بريبنديكولار يعني عاملين انجل ايه؟ مين فاكر؟ طب ايه الحرف المشترك يا ولاد؟ اكس زد واكس واي. هنلاقي الحرف المشترك مين؟ اكس. ركز بقى معايا، لو انت هترسمها هترسم انجل رايت كده. حلو اهو، ادي رايت. الحرف المشترك مين؟ اكس. هنا زد وهنا واي، يبقى انجل اكس بكام؟ ب 90. زد اكس واي هتبقى 90. يبقى البريبنديكولار يعني ايه؟ تمام، جميل جدا. تعال نكمل. الرايت انجل والاكيوت والاوبتيوس والقصه دي كلها، مين فاكر؟ افكرك بحاجه مهمه. بص يا حبيبي، عايزك تفتكر بس معايا حاجه. الخط ده، بص يا حبيبي، الخط ده هفكرك بكل الانجلز اللي انت خدتها. اول حاجه خالص كانت الزيرو، وعندنا ال 90، وعندنا ال 180. حلو، اركز بقى معايا، التلات ارقام دول مهمين جدا. طيب طبعا لو زيرو تبقى زيرو انجل. طب لو اقل من زيرو، لو اقل من 90، لو اقل من 90 تبقى ايه؟ هنا كده تبقى اكيوت اهو. 90 90 رايت،
اقل من 180 اوبتيوس. 180 ستريت انجل ريفلكس. جميل جدا. طيب تعالى بقى المشر بتاع الرايت انجل. ها الرايت انجل 90 انجل يا اولاد طلعت كام؟ 90. لا راح خلاص. اه تعالى بقى يلا يا اندرو جاوب معايا. بيقول لك الانجل ال 108 نوعها ايه؟ اكيوت ولا رايت ولا 108 اوبتيوس. ها دي مهمه قوي. 7 دي 7 دي مهمه. بيقول لي يا اولاد 170 ديجري ايه سكستي الشرطه اللي عليها دي؟ 60 مينت. مين فاكر ال 60 مينت ايكوال كام ديجري؟ تعالى كده ال 1 ديجري يا اولاد ال 1 ديجري ايكوال 60 وعليها شرطه 60 مينت. يعني انا ممكن ال 60 مينت دول اروح لبابا اجمدهم. ال 60 مينت دول اجمدهم احولهم لايه؟ ل 1 ديجري. ل 1 ده كده ال 60 مينت دي ممكن نحولها ل 1 ايه؟ نحطهم على الديجري اللي عندي. انا معايا 170 ديجري 79 و1 يبقوا كام؟ يبقى 180. يبقى نوعها ايه؟ استريت. في طريقه على الاله. مين معاه اله؟ عايز تكتب الرقم ده اللي مكتوب 170. بص يا بابا 179 ديجري 60 مينت. انا ممكن اكتبها على الاله. ها تكتبها على الاله ازاي؟ تعالى كده يا بابا هتكتب 179. في زرار على الاله يا اولاد مكتوب عليه كوما كذا كوما كده اهو. ها شفته؟ دوس عليه وبعد كده اكتب 60 ودوس على الزرار ده تاني اللي هو الكوما ده ايكوال. طلعت ايه عسل؟ الله. يبقى نوعها ايه؟ استريت. جميل. طيب انا لو قلت لواحد دلوقتي هديله انجل. يلا يا احمد كده بص 89 ديجري. ده سؤال تاني اهو 89 ديجري متسجله يا حبيبي 67 مينت. نوعها ايه؟ ها ها اوبتيوس. ليه؟ مين يقول لي؟ لا لا بص يا بابا بص ال 70 ال 67 دي يا اولاد ال 67 هناخد منهم ايه؟ 60 نحولهم لايه؟ ل 1 ديجري. هيبقى عندي كام ديجري؟ 90 ومعايا كام مينت؟ 7. يعني 90 و7 مينت يعني اكبر من 90 يعني ايه؟ اوبتيوس. تمام مفهومه دي؟ تمام. تعالى بقى ننزل لنمبر 8 الستريت انجل يا جنى. ذا ميجر اوف ستريت انجل 180. ها يا جورج ذا انجل هوز ميجر 180 more than 180 وليس than 360. أكبر من 180 وأصغر من 360. more than 180 وليس than 360. المفروض الكلام ده يكون محفوظ يا أولاد. ريفلكس. طيب the angle whose measure 90 more than 90 يا أحمد more than 90 وليس than 180 أكبر من 90 أيوة وأصغر من 180 أوبتيوس. ها حد له سؤال يا أولاد؟ أندرو ذا أنجل هوز ميجر 200 ريفلكس. برافو يا أندرو. ها نكمل كلامنا. ذا ميجر أوف ريف مهم أوي. سؤال 12 مهم أوي أهو. مفيش امتحان لأولى إعدادي إلا ما لازم سؤال زي نمبر 12 ده. بيقول لك ذا ميجر أوف ذا ريفلكس أنجل أوف 45. أنا عندي يا أولاد أنجل 45 وعايز أجيب الريفلكس بتاعتها. ركز بقى معايا كده هنعمل إيه. بص يا جميل أنا عندي أنجل 45
اهي. فين بقى الريفلكس اللي في قفاها؟ فين اللي في قفاها دي؟ دي يا مستر تعالى كده بالراحه. اهو الانجل دي كده، دي كده الريفلكس. هجيبها ازاي؟ طب مش هي السيركل كلها ب 360؟ ممتاز. مين اللي بيتكلم؟ ايوه يا جنى صح، برافو يا جنى. 360 ماينس 45 هنعمل ايه؟ 360 ماينس 45 ايكوال 315. جميل 315. حلو، صعبه؟ جميل، يلا نكمل اللي بعدها. انجل ايه بكام يا دي يا مازن؟ انجل ايه بكام؟ اهو بكام؟ عايزين الريفلكس نعمل ايه؟ هكتب كام؟ هم. 360 ماينس 110 تطلع ان شاء الله 250. صعبة؟ تعالى بقى نشوف السؤال اللي جاي. If the two adjacent angles are complementary, then the outer side are. بالراحة بقى كده عايزين نفهمها وبعدين نبقى نحفظها. أنا عندي adjacent، adjacent يعني إيه؟ يعني جيران، اتنين أنجل جنب بعض. طب كده تعالى نشوف، أدي أول أنجل مثلا، أهي الأنجل الحمراء دي. حلو؟ والأنجل التانية مثلا الزرقاء أهي، تعالى كده الأنجل الزرقاء. الاتنين دول يا ولاد، الأنجل ده والأنجل ده، دول adjacent، دول ايه؟ حلو. وكومبلمنتري، كومبلمنتري يعني ايه؟ يعني الصم بتاعهم كام؟ 90. عسل. طب فين الكومن؟ الكومن سايد ده، ده كده الكومن سايد. ارميه في الزباله، ارمي الكومن سايد في الزباله. فين الاوتر سايد بقى؟ الاوتر سايد اللي هو ده وده، الاثنين دول اوتر سايد، دول ايه؟ اوتر سايد. ايه علاقتهم ببعض؟ الانجل ما بينهم كام يا اولاد؟ الانجل دي كلها كام؟ لما يبقى اتنين الانجل ما بينهم 90، الانجل ما بينهم 90، الاثنين دول بنقول عليهم ايه؟ شوف الاختيارات كده معاه، سيم ستريت لاين ولا سكيو ولا بريبنديكولار ولا ايوه. يبقى عرفنا حاجه، يبقى عرفنا حاجه، لو التو ادجيسنت انجل كومبلمنتري يبقى بريبنديكولار. طيب لو التو ادجيسنت انجل سبلمنتري، فكر فيها كده. لو سبلمنتري اون سيم ستريت لاين صح، برافو برافو يا احمد. ها تعالى كده بقى عايزين نمشي بالدور. الله، بص بقى ال A وال B بنقول عليهم ايه؟ طب ما تجمع يا ابني ال 54 وال 36، لو جمعناهم هيدوني كام؟ بص يلا البلس بتوع دول. طب اللي مجموعهم 90 بنسميهم ايه؟ تمام. ها طيب The measure، حلو السؤال ده 16. The measure of H2 equal، 2 equal complementary. أنا عندي 2 complementary equal. لا يا أحمد استنى يا أحمد، غلط. ممكن استنى بقى شوية حبيبي. كلمة complementary يعني مجموعهم كام؟ حلو، بابا يا أندرو إداك 90 أنت وأخوك وقال لكم أنتوا قد بعض، انتوا الاثنين ايكوال، يبقى كل واحد ياخد كام؟ 90 ديفايدد تو 45. ها مفهوم؟ مهم السؤال ده. ها حد مش فاهمه يا ولاد؟ مش عايز كلمه تو تلخبطك يا بابا. كلمه كومبلمنتري هي تو كومبلمنتري، الاثنين كومبلمنتري يا ولاد بيبقى مجموعهم 90، بس هما المرة دي اتنين كومبلمنتري بس ايه؟
ايكوال قد بعض، يبقى كل واحده بكام؟ عسى 45. نكمل كلام. The angle whose measure 30. انا عندي انجل 30، الكومبلمنتز بتاعتها بابا يا احمد اداك 90، اخوك خد 30، انت هتاخد كام؟ هتعمل ايه؟ 90 ماينص ايه؟ 90 ماينص 30 صعبه؟ تبقى كام؟ 60. جميل. نعم؟ خطيره نمبر 18 دي. بص يا اولاد احنا عايزين نشغل دماغنا يا اولاد. بيقول لي اكيوت انجل، اجيب اي اكيوت من دماغي كام مثلا؟ 30. ها ادي اكيوت 30، الكومبلمنتز بتاعتها تبقى كام؟ ال 30 الكومبلمنتز بتاعتها ال 60 اورتيوس اكيوت. ها تمام. طب بص اقول لك حاجه ثانيه، تعالى كده يا جميل اهو، افرض انا خدت اي اكيوت ثانيه، تعالى اختار اي اكيوت ثانيه تعجبك. كام مثلا؟ 20، بلاش 45 يعني، خلينا 20 مثلا. 20 ها تعالى ناخد ال 20، هتبقى كام؟ 20 يبقى 70. طب ال 70 نوعها ايه؟ الله يا جنى، بيقول لك رايت انجل يا جنى، لسه حللها رايت انجل، الكومبلمنتز بتاعتها ايه يا جنى؟ زيرو. حد مش فاهم؟ طب تعالى بقى 20، 20 خطيره. مين اللي عليه الدور؟ يلا يا مازن. بيقول لك انجل ايه ايكوال، تو ميجر انجل بي، الاي قد البي مرتين. انا بحب احلها يا اولاد بطريقه الريشيو، انا عندي انجل اسمها ايه وانجل اسمها ايه بي. جميل جدا. مين الصغيره؟ هو قال لك ايه قد البي كم مره؟ مرتين. يبقى مين الصغيره؟ لا، الاي قد البي مرتين، يبقى مين الصغيره؟ البي. هنيجي على الصغيره ونحط 1، الاي هنحط عليها كام؟ لان الاي قد البي كم مره؟ 2 بلس 1. عسل. تعالى بقى يا جميل، انا عايز، هو قال لي كومبلمنتري مش كده؟ قال كومبلمنتري يعني ايه؟ هكتب هنا ايه؟ 90. جميل جدا. هو عايز انجل مين بقى؟ عايز ايه؟ اجيبها ازاي بقى الايه؟ تعالى عسل كروس. بص ها هعمل كده كده. اللي الرقمين يبقوا تايمز، والرقم الوحداني يبقى ديفايدد. 2 تايمز 90 ديفايدد 3، طلعت ان شاء الله 60. امال ايه؟ دي مفهومه؟ تعالى يا جماعه، بيقول لك ايه؟ مين بقى نمبر 21؟ يلا يا احمد. سم اوف ميجر اوف تو ادجيسنت انجل فورمت فروم ستريت لاين وراي. بالراحه كده، مش فاهم. طب اقول لك نفهمها مع بعض. ادي حضرتك ستريت لاين. بص يا حبيبي، ادي ستريت لاين، برافو يا احمد. وادي هنا راي. التو انجل اللي جنب بعض بقى الادجيسنت، شايف الانجل ده اهي؟ والانجل المنقطه اللي جنبها دي، مش دول اتنين انجل جنب بعض؟ مجموعهم كام دول؟ 180. حد 180. طيب تعالى بقى، مين اللي عليه الدور؟ نرجع نعيد من الاول. اندرو، اوتر سايد، اوتر سايد تو ادجيسنت انجل اون سيم ستريت لاين. استنى بقى كده بالراحه، تعالى كده، ايه بقى الاوتر سايد وان سيم ستريت لاين وادجيسنت؟ نرسم تو ادجيسنت انجل. ادي حضرتك، ادي انجل،
ادي جنابك انجل شايفها؟ طيب طيب وادي انجل تانية وادي انجل تانية. الاتنين انجل دول مش جنب بعض؟ فين الكومن سايد؟ ده كده الكومن سايد، ارميه ارميه في الزباله. بيقول لك الاوتر سايد دول السايد ده اهو، وده سيم ستريت لاين، ده كده سيم ستريت لاين، شايفني؟ ها يبقى التو انجلز دول ايه علاقتهم ببعض؟ سبلمنتري. برافو. ها اندرو اللي جاوب. طب ماشي، مين اللي بعده؟ تو انجلز. ها اللي بعد اندرو مين؟ ها انا عندي اتنين انجل يا جنى، واحده 140 وواحده 40، يبقوا الاتنين انجل دول ايه؟ سبلمنتري. ليه؟ عشان مجموعهم ايه؟ برافو. طيب يلا بعد جنى مازن. ايه ايه يا مازن؟ سبلمنتز بي، ايه سبلمنتز بي، والايه كونجرانت بي. كونجرانت يعني قد بعض. بص يا مازن، بابا اداك انت واخوك السبلمنتري يعني كام؟ ايوه تبقى 90. حد مش فاهم دي؟ ها تمام، نفس القصه نمبر 25 بعد مازن مين؟ احمد. يلا يا احمد، بيقول لك الانجل ايه كونجرانت انجل بي، وايه اند بي ار ار ايه سبلمنتري، يعني مجموعهم كام؟ وهم قد بعض، تبقى كل واحدة منهم بكام؟ انجل ايه طلعت ب 90. بس يا متسرع بقى، الواد المتسرع هو مش عايز انجل ايه، هو عايز ايه؟ سرد انجل ايه؟ سرد، سرد ال 90. سرد ال 90 طلعت 30. مين اللي عليه الدور؟ ها يلا يا اندرو. اكيوت، وعايز مين يا اندرو؟ بالراحه كده، ما حدش يجاوب الا اندرو. السبلمنتري، نجيب اكيوت من دماغنا يا اندرو. كام مثلا؟ يلا يا ولا 20 مثلا. ها السبلمنتري بتاعتها تبقى كام؟ تمام. ال 160 دي نوعها ايه؟ اوبتيوس. كمل يلا اللي بعد اندرو. جانا بيقول لك عندنا اتنين سبلمنتري يا جانا، اتنين ايه؟ اقري كده معاه، اتنين سبلمنتري. ها واحدة منهم رايت، الرايت دي بكام يا بت يا جانا؟ يبقى التانية بكام؟ 90. وال 90 دي نوعها ايه؟ رايت. ها يبقى عرفت حاجة، الرايت السبلمنتري بتاعتها رايت. اللي بعد جانا مازن. اوبتيوس يا مازن، اجيب اوبتيوس من دماغي يا مازن. 100 اهو، تعالى كده يا مازن، كتبنا هنا في دماغنا 110. السبلمنتري بتاعتها يا مازن ها تبقى كام يا مازن؟ طب ال 70 نوعها ايه يا مازن؟ اكيوت. حد مش فاهم؟ طيب يلا بعد مازن المفروض احمد. طيب تو سبلمنتري انجل، السبلمنتري دول مجموعهم كام؟ تمام، انا هسميهم مثلا يا احمد اي وبي. مديني الريشيو كام يا اولاد؟ 5. نجيب الصم 5 بلس 13 يا احمد 18. الصم 180. هو عايز مين بقى؟ عايز السمولر. ركز معايا بقى، السمولر اللي هي الريشيو 5 ولا الريشيو 13؟ عايز الصغيره. اعمل ايه؟ هقول 5 تايمز ايه؟ 180 over
18 طلعت 50. طب لو كان عايز الجريتست، لو كان عايز الجريتست كنت هجيب مين؟ تمام. 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 انجل A equal to انجل B. هقوم عامل كده. بس اسأل نفسي مين الصغيرة؟ الـ A قد الـ B مرتين. مين الصغيرة؟ البي الصغير. احط لها كام؟ طب والبي قدها كام مرة؟ الاي قدها كام مرة؟ ها الصم بقى 2 بلس 1. طيب هما سبليمنتري مش كده؟ يعني كام؟ وهو عايز مين؟ البي. نعمل كروس. تعالى يا جميل نعمل الكروس، نجيب القلم الاحمر كده ونشوف اهو. هعمل كده. الوان مصاحب مين؟ هو قايل انجل بي. طب لو كان عايز ايه كنت هجيب ايه؟ تعالى بقى الوان مع مين؟ مازن اوفر 3 سكستي. صعبة؟ نكمل كلام. نشوف السؤال اللي جاي ده، بيقول لك A وB، A وB يا أندرو، A وB سبليمنتري. يعني إيه سبليمنتري؟ طب وإيه؟ 100. يبقى الB 80. خلصت. السؤال نمبر 32، شايف الرسمة؟ قايل في السؤال يا احمد ان الاي سي ستريت لاين، ده كده ستريت لاين، الاحمر ده ستريت لاين، تبقى الانجل دي كلها بكام يا احمد؟ نص طبق، دي كده 180. طب دي بكام؟ اكس، ودي اكس بلس 2 اكس 3 اكس، تمنهم كام؟ انا رحت اشتريت 3 اكس ب 180، يبقى الاكس 180 ديفايدد 3 ايكوال 60. تمام 60. صعبه؟ جميل. اللي قال لك هنا يا بابا لو تاخد بالك ان الاي سي از ايه؟ AC العلامة اللي فوقها دي يعني ايه؟ ستريت لاين. اللي فوقها ايه؟ ستريت لاين. يعني دي كلها بكام يا مازن؟ الانجل ده ايه كلها؟ عسل. طب الجزء ده بكام؟ يبقى الجزء ده لا يا بابا 180 ماينص 60 تبقى 120. ها ال 120 مكتوب عليها ايه؟ 3 اكس، يبقى ال 3 اكس تمنهم 120. انت رحت جبت 3 كيلو. يبقى الاكس 120 ديفايدد 3 طلعت 40. ها يلا يا اندرو. بيقول شايف العلامه دي يا اندرو؟ العلامه ده اهي يعني رايت انجل. دي كلها ايه؟ دي علامة الرايت، شايفها؟ كل دي رايت انجل. طب ودي بكام؟ تبقى الحتة دي بكام؟ ب 90 ماينص 50 يبقى 40. يبقى 2 اكس، 2 اكس تمنهم كام؟ 40. يبقى الاكس 40 ديفايدد 2 تبقى بكام؟ ب 20. نختار 20. ها يلا يا احمد. سهله دي خالص. sum of measure of accumulative angles at point equal كام؟ تعالى كده يا حبيبي اللي مش عاق. حاضر هقول لك يعني ايه accumulative.
بص يا احمد، بص يا بابا، بص يا حبيبي، ركز معايا وانا اقول لك الاكوموليتيف اهو. انت شايف النقطه دي في كام انجل حواليها؟ كتير، ممكن يبقوا 4، ممكن يبقوا 3، ممكن يبقوا 5. بيقول لك الاكوموليتيف الانجل اللي حوالين النقطه كلها كده، دول كده الاكوموليتيف انجل حوالين النقطه، الانجلز اللي حوالين النقطه كامله. دي معنى كلمة الاكوموليتيف، اللي هم يعملوا سيركل تبقى كام؟ عرفت يعني ايه اكوموليتيف؟ عرفت يعني ايه يعملوا دايرة سيركل؟ ماشي يا احمد؟ يبقى دايما بنحفظ ان الاكوموليتيف انجلز مجموعهم كام يا اولاد؟ 360. دي مهم. طيب سم اوف ميجر اوف اكوموليتيف 3 انجل، بيقول لك عندنا 3 انجل اكوموليتيف، يبقى مجموعهم كام يا اولاد؟ بصوا يا اولاد، الاكوموليتيف كانوا 3 مجموعهم 360، كانوا 4 مجموعهم 360، كانوا 10 مجموعهم برضه 360. تعالى سم اوف اكوموليتيف انجلز 5 انجلز برضه كام؟ طيب هختار ايه؟ اكوا H2 vertically opposite angle R. R. Equal in measure. فقه. Vertically. H2 vertically opposite angle R equal in measure. ها. خلاص مازن حل. أحمد. الأنجل ال 46. الفيرتيكالي بتاعتها تبقى بكام؟ برضه 46. ال 50 الفيرتيكال بتاعتها كام يا اندرو؟ 50. ممتاز. ها يلا نمبر 40. الله، خلي بالك بقى من كلمه بايسكت. احمد اللي عليه الدور ولا مازن؟ مازن. بايسكت، بايسكت يعني ايه يا مازن؟ لا مش انترسكت يا مازن، بايسكت. بايسكت يعني ينصف، يقسمها نصين. يقسمها ايه؟ تعالى نقرا كده، بيقول لك اي ام عامل بايسكت لمين؟ ايوه الاثنين انجل دول قد بعض يا اولاد، دي كده قد دي، دي كام؟ 38. تبقى دي كام؟ تبقى كلها كام؟ هعمل ايه؟ 38 بلس 38 طلعت 76. ها يا مسهل الحال يا رب. اللي ما يعرفش يحل دي بقى هزعل منه قوي. ده طبق، طبق اكوموليتيف. الاكوموليتيف مجموعهم كام يا رجاله؟ الاكوموليتيف هعمل كده 360 ماينس، نفتح براكت 100 بلس ونشوف الكلام ده طلع كام. طلع 130. صعبة؟ جميل جدا. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده دلوقتي أحمد بقى، سؤال جميل جدا. شايفين الـ AB يا ولاد؟ الـ AB ده مش ستريت لاين؟ ستريت ولا مش ستريت؟ ها تبقى دي كلها بكام يا أحمد؟ طب ده مكتوب عليه كام؟ ودي 2x بلس x 3x تمنهم كام؟ يب 180 divided 3 equal 60. صعبة؟ اللي له سؤال يسأل. مش باينة بس انت معاك الملزمة. تعالى في حته مش باينه ابينها لك انا هنا كده حضرتك، ده كده دي سي ودي بي. خلاص يا اندرو كتبتها انا. تعالى كده، وعايز انجل مين؟ اقرا اي ام سي. ممكن نمشي بسن القلم مع بعض.
A M C اهي. تعالى حبيبي بق السمكة. اهي الانجل ده من الفقة بكام؟ اللي هي الخضرة دي الـ AMC مش اللي قصادها الناحية التانية اللي في بقها هي يا بابا كام؟ يبقوا مش دول ايكوال؟ ها مش دول فيرتيكالي اوبوزيت انجل؟ يبقى الإجابة كام يا أندرو؟ تمام. تعالى يا بابا ها مين فاكر من ابتدائي الصم بتاع الانتيريور انجلز بتاعت التريانجل؟ مجموع الانجلز بتاعت التريانجل كام يا أولاد؟ 180. جميل جدا. ها يا مازن اي بي ايكوال اكس واي، يبقى اي بي لاين سيجمنت ايه علاقته باكس واي لاين سيجمنت؟ كونجرنت. كونجرنت. طيب يا اندرو اي بي كونجرنت اكس واي، يبقى اي بي ماينس اكس واي زيرو. مين اللي جاوب؟ طب تمام. يلا يا مازن اي بي كونجرنت سي دي، الاي بي بفور، الاي بي بكام؟ يبقى السي دي برضو. حلو، اتنين اي بي يعني اتنين تايمز فور ماينس السي دي بكام؟ ها كلها بقى 2 تايمز 4 بكام يا مازن؟ 4. تمام. ها اي بي سي كونجرنت مين؟ اكس واي زد. بيقول لك الاي بي ايكوال مين؟ احمد اكس واي. جميل، يبقى هكتب هنا اكس واي. ها طيب يلا يا اندرو ها استنى بقى 49 يا جميل. مثلث اي بي سي كونجرنت مثلث اكس واي زد، عايزين نعرف مين اللي صح في دول. هل الاي بي ايكوال الواي زد؟ اي بي ايكوال واي زد، دي صح. ها المفروض اي بي ايكوال ايه؟ يبقى دي غلط. ها دي غلط. تعالى كده بي سي ايكوال اكس زد، دي برضو غلط. واي اكس ايكوال سي ايه؟ واي اكس يا اندرو ايكوال سي ايه؟ يبقى دي غلط برضو. تعالى كده زد واي ايكوال سي بي، مفهومة؟ طب اللي بعده مازن، يلا يا مازن ها انجل واي يا مازن، اي انجل واي ايكوال مين؟ ام مظبوط. ها يلا يا احمد انجل سي بكام؟ حلو السؤال ده، انجل سي 50. طب السيم صاحبه مين يا احمد؟ السي، السي مصاحبة الزد، يبقى الزد هي اللي في 50. تمام. اللي بعده رائع رائع رائع. اندرو ركز شوية اندرو، سؤال 52 ده جميل. بيقول لك انجل A بلس انجل B بكام؟ طيب جميل جدا، انجل A بلس انجل B ب 100. طب الـ A مصاحبة مين؟ طيب والـ B؟ يبقى اكيد اكس بلس واي قد الاي بلس بي. الاي بلس بي كام؟ يبقى الاكس بلس واي. طب تعالى كده نرسم مثلث، ادي اكس واي زد، الاكس بلس الواي ب 100 ماشي، الاكس بلس الواي ب 100، يبقى الزد بكام؟ نعمل ايه؟ يبقى 180 ماينس 100 تبقى الإجابة 80. مازن فاهم؟ طيب مين اللي عليه الدور؟
مازن؟ طب اكس بكام يا مازن؟ حلو قوي. وان بكام يا مازن؟ الان مصاحبه مين؟ الان مصاحبه. يبقى الزد بكام؟ تعالى كده نرسم مثلث اهو، اكس اكس بسكستي مش هو اللي قايل؟ ها واي معرفهاش. الزد بكام يا مازن قلت لي؟ حلو، نعرف نجيب الواي يا مازن؟ هنعمل ايه؟ قول لي تطلع كام يا مازن؟ قول تطلع كام؟ وصلك مسج. ها؟ قول لي ماشي. نتفق آخر الحصة يا أحمد لما نخلص زي ما تحبوا يا بابا، مش تفرق معايا. لا بفيفتي يا احمد، بفيفتي يا احمد. طيب يلا تعالى كده بقى، يلا يا احمد الام بكام يا احمد؟ طب الام الام مصاحبه مين؟ يبقى الايه بكام؟ بفورتي. تعالى نرسم مثلث ايه بي سي، الايه بفورتي والسي ب 60، نعرف نجيب البي؟ اه يبقى التالتة 80 جميل. تعالى يا بابا، الله الله. بص يا بابا، هي الام صاحبه مين يا دي اندرو؟ حلو ركز بقى معايا، يبقى الاي قد الاكس. ده سؤال ذكاء، الاي قد الاكس. طب ما ايه بلس اكس ب 100 والاثنين قد بعض، ها يبقى كل واحده بكام؟ فيفتي. ايه بقى يا بت يا مين يا جانا يا و اف نقط اوف وان تريانجل ار كونجرنت تو ذا كورسبوندنج بارت اوف اذر تريانجل، ينفع تو سايد؟ انا عندي الحالات يا اولاد بتاعه الكونجرنت، يا اما اس 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 يا اما اس اي اس يا اما اي اس اي يا اما ار اتش اس. طيب تو سايد غلط، سايد اند انجل غلط. اه استنى كده، تو سايد اند انكلودد انجل، اه دي صح. اه لازم ثلاث شروط، تلاحظ كده الاولانيه مديني كام شرط؟ هنا مديني كام شرط في نمبر ايه؟ اتنين، ما ينفعش. برضو في نمبر بي سايد وانجل، ما ينفعش. هنا بقى ايه؟ انجل بي قد انجل ايه ثلاث مرات وكل وايكوال 90. تركز بقى معايا، بص يا بابا البي ايكوال كام؟ والثلاثه ايه؟ ايكوال 90. مش فاهم البي بكام يا اولاد؟ طيب تعالى بقى التلاته ايه؟ التلاته ايه؟ ايكوال 90. انا رحت يا بت يا جنى جبت تلاته كيلو تفاح طلعوا ب 90 جنيه، يبقى الايه بكام؟ عسل. يبقى كده انا عندي الايه وعندي البي، يبقى انا عندي المثلث اهو، ركزي معايا ادي المثلث بتاعنا، الاي بكام؟ والبي نعرف نجيب السي، هو المثلث بكام اصلا؟ تبقى السي بكام؟ جبتيها يا جنى ولا لسه؟ سكستي صعبة؟ يلا عادي يا ولاد براحتك مفيش مشكلة، السؤال ده بسرعة. ها مين هيحل السؤال ده؟
الاي ب30 والبي ب90 يبقى السي. نفس اللي فيها بالظبط. طيب جميل جدا. بيقول لك هنا ايه؟ مثلث البريمتر بتاعه كام؟ 12. والصيد الاولاني 5 والصيد الصيد الاولاني 2 والصيد الثاني 5. يبقى الثالث المفروض مجموعهم الثلاثة بكام؟ ب 12. الاولاني بكام يا اولاد؟ يبقى الثالث تعالى كده بالراحة. أنا عندي مثلث أهو، أدي 2 وأدي 5 والمفروض البريمتر بكام؟ ب 12. يبقى الثالث ده بكام؟ يبقى المثلث ده نوعه إيه؟ ها نوعه إيه؟ أيسوسيليز. فاكرين؟ ها طب يلا يا جميل اللي بعدها. نعم يا حبيبي الماس كله منفذ على بعضه، مش خدناها في المنهج، ما انت واخدها واخدها في ابتدائي. دي اسمها تراكمي يا اندرو، تراكمي. السؤال اللي بعده مازن لم نفسك. طيب اللي بعده بيقول لك المثلث ده اي بي سي كونجرنت دي اي اف از. دلوقتي هو مديك انجل بي ايكوال انجل اي وانجل سي ايكوال انجل اف. يبقى الشرط اللي فاضل دول تو انجلز، يبقى لازم الصيد اللي ما بينهم. فين الصيد اللي ما بينهم؟ لا البي سي، البي سي والاف اي. ايوه معلش ما سمعتكش يا احمد. البي سي والاي اف. طيب ايه اهي الاي اهي الاي بي ايكوال الاي دي، شايف كده؟ الاي بي ده قد مين؟ حلو تعالى كده قال ايه كمان. البي سي، البي سي ده قد ده، عسل. وطبعا عندي هنا السي رايت والسي الناحية التانية برضو رايت، تبقى انجل ايه ايكوال مين؟ انجل ايه؟ هتتخيل ان انت قصيت ده وقصيت ده، الايه هتنام على مين؟ عدي. مفهومة؟ طيب ها يلا مازن، شايف الرسمه دي يا مازن؟ النجمه زي النجمه والصيد اي سي قد الصيد اي بي وانجل سي 50. عايز انجل مين؟ تعالى نمشي بسن القلم. سي سي اي بي، عايز دي كلها يا راجل. هي انجل سي بكام يا ولا؟ يبقى انجل بي بكام يا ولا؟ 50. تبقى الايه هو المثلث كله بكام يا ولا؟ ماينس 50 بلس 80. يلا مين اللي عليه الدور؟ ها جانا. ها اي حد. ها تعالى كده هنا دي حرف حرف ناقص اهو، ده زد على ما اعتقد. هو مديني ايه؟ واي زد، دي زد ودي كده ال. جميل. عايز ايه؟ المثلث اكس واي زد، اكس واي زد الاكس مصاحبه مين؟ ثواني ثواني، ده هو عايز بريمتر. لحظه بقى معايا كده. هو قال لي ايه؟ قال لي ان البريمتر بتاع الشكل، الشكل ده كله اكس واي ال زد بكام؟ ب 30. يعني المفروض اكس واي بلس ده نمبر 63 كده الاربعه صايد دول يا اولاد بكام؟ حلو
يبقى الصيدين اليمين بكام والصيدين الشمال بكام؟ ادي الصيدين الشمال طول بكام؟ طب والصيدين اليمين برضو 15. ها الاثنين الازرق دول بكام والاثنين الاخضر ب 15. هو عايز ايه بقى؟ عايز المثلث يا احمد اكس واي زد الاثنين الاخضر بكام؟ طيب والواي زد بكام؟ يبقى هنقول ايه؟ 15 بلس 7. جامده صعبه دي، صعبه. ها اتفهمت؟ نخش على السؤال اللي بعده. عايزين البريمتر بتاع اي بي سي. بص يا مازن، المثلث اي بي مصاحب مين؟ دي اي. الاي بي مصاحب الدي اي، يبقى الدي اي ده بكام؟ ها ما الاي بي ب 6 يبقى الدي اي. حلو. طب البي سي مصاحب مين؟ اي اف. البي سي مصاحب الاي اف، يبقى البي سي بكام؟ اهو ما الاي اف 4 يبقى البي سي. ها طيب الاي سي يا جنى، الاي سي مصاحب مين؟ يبقى ده بكام يا جنى؟ 5. يبقى ده كام؟ 5. عسل، جميل جدا. هو عايز ايه بقى؟ عايز البريمتر بتاع المثلث اي بي سي. البريمتر هنعمل ايه؟ هنجمع، هنقول 4 بلس 5 بلس 6 تبقى 15. يلا يا احمد. ذا فولونج تريانجلز ار كونجرنت اكسبت، بيقول لك كل دول كونجرنت ما عدا واحد. ها مين في دول؟ هم لا لا، بص اهو شايف دي؟ لا. ليه يا مستر؟ بص هنا يا بابا في الشكل الاولاني، ادي صيد وصيد ورايت انجل. الصيدين اللي عليهم علامات، الصيدين اللي عليهم علامات بتوع الرايت انجل، وهنا برضو الصيدين اللي عليهم علامات بتوع الرايت انجل، وهنا برضو الصيدين اللي عليهم علامات بتوع الرايت انجل. معايا؟ ده لا، يبقى ده الوحيد اللي مش زيهم. اهو بيقول لك ذا فولونج ترانجلز ار كونجرنت اكسبت، ما عدا مين؟ خدت بالكم معايا؟ ها طب تعالى يا جميل. طيب تعالى بقى نشوف الشكل الجميل ده. عايز السي دي، سهل خالص. السي دي بكام؟ ايت. تعالى يا جميل اللي بعده. بيديك المعلومه دي، بيقول لك مين صح هنا. طب يا جنى، اي بي ايكوال دي اف، دي صح ولا غلط؟ دي المفروض الاي بي ايكوال الدي اي، يبقى دي غلط. بي سي برضو غلط. اي سي ايكوال دي اي برضو غلط. ها اي سي ايكوال دي اف صح. ها اللي بعده. يلا يا اندرو. ها اي بي ها كونجرنت مش ايكوال يا ولاد، كونجرنت عشان حاطط شرطه. حلو، لكن لو قال لي من غير شرطه كنت هختار ايه؟ ايكوال. تاني يا بابا، مهمه قوي دي احمد. اي بي لاين سيجمنت ودي اي لاين سيجمنت تبقى كونجرنت. لكن لو قال لي كده يا ولاد، ركز معايا، لو قال لي اي بي ودي اي من غير شرطه من غير لاين سيجمنت كنت هقول له ايه؟ ايكوال. تاني بقى، ابو شرطه هنزود شرط. وصلت؟ طيب بيقول لك اي بي بارل الاكس واي. اي بي تعالى كده، ادي اي بي بارل الاكس واي، ماشي ستريت لاين. اي بي بارل للاكس واي. ها يا مازن، يبقى الانترسكت بتاعهم ايه؟
اه مفيش، تختار ايه؟ فاي. طيب اي بي اند سي دي الانترسكت فاي، لو الانترسكت فاي يبقوا ايه؟ بارل. تاني بقى اهو بارلل، يبقى الانترسكت فاي. الانترسكت فاي عسل. تعالى اللي بعده، the two intersecting straight line are، اي اتنين intersect اهو، لا معلش بقى دي هنحفظها يا ولاد، الاتنين الانترسكت بيبقوا on same plane. two if two straight line are in parallel to third، عندي اتنين ستريت لاين بارلل لواحد تالت. فاكر لما عملت بالاقلام يا ولاد ال1 بارلل ال3 وال2 بارلل ال3، مين اللي اتكرر؟ ال3 ارميه في الزباله، يبقى ال1 وال2 ايه؟ بارلل. لا غلط، تعالى كده بالراحه. بص يا بابا ادي ال1، ركز معايا يا حبيبي، شايف الرسم اللي انا برسمه؟ ها بارالل ال3 مثلا اهو، تعالى كده ادي حضرتك ال3، ال1 بارالل لمين؟ لل3. طب وال2، ال2 فين ال2 اهو؟ ال2 برضو بارالل لل3. ها مين اللي اتكرر؟ ال3، ال3 ده نرميه في الزباله. ها هيبقى ال1 وال2 ايه علاقتهم ببعض؟ بارلل. يا اندرو امسك ثلاث اقلام يا اندرو، القلم الازرق، القلم الازرق بارلل للاحمر مثلا، والقلم الاسود بارلل للاحمر. ها الازرق بارلل للاحمر والاسود بارلل للاحمر، مين اللي اتكرر؟ ارميه في الزباله، يبقى الازرق والاسود. تمام ايوه اهو، شايفين الكاميرا عند، اظبطوا الكاميرا عند احمد اهي، شايفينها؟ خلاص هيبقوا ايه يا ولاد؟ بارلل، مفهوم؟ طيب تعالى جميل، تو ستريت لاين ار بريبنديكولار لسير، انا فاكر انا حفظتها لك، بارلل وبارلل يبقى بارلل. طب بريبنديكولار وبريبنديكولار برضو يبقى ها بارلل، مش فاكر ها مفهوم. تعال اقول لك دي بقى، تو ستريت لاين بريبنديكولار لسير، هات القلم الازرق اعمله بريبنديكولار للاحمر، والقلم الاسود بريبنديكولار للاحمر، الازرق بريبنديكولار لمين؟ للاحمر، والاسود برضه بريبنديكولار للاحمر. وضحها شويه يا احمد. يا بابا لا كده مش صح، انت عاملهم بريبنديكولار، خليهم الاثنين بريبنديكولار على الاحمر. احمد شيل ده، ايوه شيل ده، شيله حطه بقى بريبنديكولار على الاحمر. ها لا لا بريبنديكولار زي التاني، زي التاني، زي التاني يا احمد. ايوه ها تاني بقى، القلم الاسود اهو بريبنديكولار على الاحمر، والازرق بريبنديكولار على الاحمر، مين اللي اتكرر؟ شيل الاحمر، شيل يا احمد الاحمر، ها دول هيبقوا ايه؟ ها دول ايه؟ بس يبقى ايه؟ بارلل. حد فهم حاجة؟ طيب ذا ستريت لاين زاد بريبنديكولار تو وان اوف تو بارلل ستريت لاين، انا عندي اتنين بارلل يا ولاد، عندي اتنين بارلل، ركز معايا اهو، ادي ال1 بارلل لمين؟
ل ال2 ادي ال2 عندي ال3 ضريب ديكلر ال1 ال3 بريبن ديكلر ال1 تاني يا اولاد ال1 براي لمين براي لمين ال2 ال1 بارلل لال مين وال1 بريبن ديكلر لمين لال3 حلو مين اللي تكرر ال1 تعالى نمسح بقى ال1 تعالى نمسح ال1 ونشوف شيل ال1 الاحمر ده اهو تعالى كده هنشيل الاحمر يبقى ال3 وال2 بريبنديكولار بريبنديكولار تمام هنختار ايه تعالى بقى يا بابا التلاتة دول يا اولاد بارلل بارلل يبقى بارلل بريبن ديكلر بريبن ديكلر يبقى بارلل طب بارلل وبريبن ديكلر تاني بقى يا ولاد لو الاثنين بارلل وبارلل يبقى بارلل بارلل بريبن ديكلر وبريبن ديكلر يبقى بارلل هنا ايه يبقى بريبن ديكلر طيب جميل جدا تعالى يا بابا نشوف السؤال اللي بعده if parallel straight lines divided a straight line into segment of equal lengths then divided the other straight line into equal lengths افكرك بدي لو انا عندي حضرتك اهو ادي كذا parallel straight line وعندي هنا كده ده لو الجزء ده قد الجزء ده تعالى كده يبقى هنا الناحية التانية ايه اللي هيحصل دول هيبقوا قد بعض ولا لأ طيب يبقى لو الستريت لاين ايكوال لينسز يبقى الاذر الستريت لاين برضو ايكوال لينسز تاني اهو الستريت لاين الاولاني الجزء ده قد الجزء ده يبقى الستريت لاين التاني برضه فاكرين؟ طيب تعالى يا جميل حلو السؤال ده قوي يلا يا جنى بيقول لي بارلل وبريبنديكلر مين اللي اتكرر الاول يا جنى؟ مين اللي اتكرر؟ ارميه في الزباله فاضل مين ومين؟ يبقى ايه علاقتهم ببعض؟ يا راجل ده هنا بارلل وهنا بريبنديكلر يبقوا ايه؟ بريبنديكلر يبقى ال2 وال3 ايه؟ طيب جميل جدا يلا يا مازن هنا مين اللي اتكرر يا مازن هنا؟ ال1 ها نرميه في الزباله فاضل مين ومين؟ ها يبقوا ايه؟ ال2 ال3 هيبقوا ايه؟ ماشي بارلل ولا بريبنديكلر؟ يا راجل هنا ايه يا بابا الاولانيه ايه؟ مش لسه قايلينها يا اولاد هنا بريبنديكلر وبارلل يبقوا ايه طب لو بريبنديكلر وبريبنديكلر يبقى بارلل لو بارلل وبارلل خلاص هنا الاولى بريبنديكلر والثانيه بارلل يبقى هستنتج ايه حلو قوي تعالى بقى السؤال الجميل اللي جاي ده يلا يا اندرو ها لا ده يو ايه يو انتيريور سبليمنتري تبقى السي دي بكام يا اندرو ها قول لي كام ماينص كام تطلع 75
يلا يا احمد، هنا ده حرف ايه ده يا احمد؟ لا مش اف، مش اف يا احمد، يو. دي بكام يا احمد؟ يبقى دي بكام؟ لا التو اكس، التو اكس يا بابا هتبقى ب 100، يبقى الاكس ب 50. عظيم. اللي بعده، ها ده حرف ايه ده يا جنى؟ يا راجل يا راجل، السري كي ده بكام؟ السري كي ب 60، يبقى الكي توينتي. يلا يا مازن، ها ده حرف ايه يا مازن؟ معلش ما انت في ايدك الملزمه بقى، معلش. ها ها حرف ايه ده يا مازن؟ زد. يبقى التلاته اكس بكام يا مازن؟ يا ابن اللذينة، ولا التلاتة اكس ب 60، يبقى الاكس. عايزين يا جنى، بيقول لك الاي اي، خلي بالك دي سي، ايه علاقتهم ببعض؟ مش دي 70 يا جنى ودي 70؟ مش دول الترنيت؟ الترنيت وايكوال، يبقى في ايه؟ ها يبقى في ايه؟ الترنيت وايكوال، يبقى في ايه؟ في بارلل. يبقى مين بارلل مين؟ يبقى مين بارلل مين؟ يبقى اكيد الاي اي بارلل اهو، يبقى هختار ايه؟ بارلل. جميل جدا. طيب تعالى يا جميل. الله الله الله، اندرو شايف ال 50 يا اندرو؟ تبقى الكلبه دي بكام يا اندرو؟ 50 alternate. طب شايف دي ب 50، تبقى الاكس بكام يا اندرو؟ الاكس بكام؟ ده حرف ايه ده يا اندرو؟ ما الزد خلصناه، الزد خلصناه. ده الاحمر ده بقى الاحمر، اه interior supplementary. قلنا دي بكام يا اندرو؟ تبقى الاكس بكام؟ 180 minus 50 تبقى 130. طب يلا يا احمد تعالى هنا. اه شايف دي يا احمد بكام؟ تبقى دي بكام وليه؟ ها فوق ها دي كده ب 120. قشطه. صعبه كده لغايه دلوقتي؟ طب تعالى كده اصبر بس يا عسل، ده انت هتشوف اهو. ركز معايا في الازرق اللي بعمله ده، حرف ايه ده يا ولاد؟ الازرق. اه تبقى الاكس، الاكس دي بكام؟ اه كام؟ 120. هو عايز انجل مين؟ تعالى نمشي بسن القلم، تعالى نمشي بسن القلم. عايز ايه؟ اكس واي. فين دي يا مستر؟ ده اهي. انت جبت الزرقه بكام؟ جبت الزرقه بكام؟ يبقى الخضره دي بكام؟ اه تمام كده، يبقى انا لازم امشي بسن القلم، تبقى كام؟ 60. وصلت؟ اه السؤال ده بتاع المتفوقين. ها مين فاكر عملنا ايه؟ ايوه ايوه الانجل اللي فوق دي بكام؟ لا مش حرف، حرف يو فوق دي 130، تبقى دي 50. طب والانجل اللي تحت هتبقى كام؟ 30. تبقى كلها كام؟
80. خلاص هي 80. نعمل ايه هنا في السؤال اللي جاي ده؟ تعالى يا بابا هنعمل كده برضو. دي كام دي؟ من الزد. طب ودي كام؟ من الزد تبقى كلها كام؟ 45. ها السؤال اللي بعده. ها الاي اي يا ولاد قد السي اي. نعم يبقى انت اللي صورها لك صورها لك غلط. طب انا اعمل ايه؟ ها تعالى يا بابا الاي اي قد الاي سي يبقى اكيد يا اولاد اكيد الاي دي ده قد مين؟ ها طب الاي دي كم بارت؟ بارت واحد. الاي دي بارت واحد. الاي بي كم بارت؟ يبقى 1 2 3. ها صعبه؟ ها اللي هي ها مفهومه؟ الاكسس اوف سيمتري بتاع اللاين سيجمنت. ادي لاين سيجمنت. لحظه بقى معايا. ادي لاين سيجمنت. الاكسس اوف سيمتري اللي يقسمه نصين. تعالى كده بقى اهو. ادي لاين سيجمنت اي بي. فين بقى الاكسس اوف سيمتري؟ هيبقى من النص. بريبنديكولار من النص. مش اي بريبنديكولار. يبقى استنى كده. بريبنديكولار فروم ميد بوينت. طيب تعالى يا جميل اللي بعده. بيقول لك في كم مثلث هنا؟ ها عايز بقى الشطاره. كم مثلث؟ 8. ها ليه؟ اربعه صغيرين واربعه كبار. معروف أربعة كبار ليه؟ طب دي من ستة ابتدائي، السنتيمتر كيوب بنقيس بيه إيه؟ البريمتر ولا الأريا ولا الفوليوم؟ ها ذا نمبر أوف ذا كام ريكتانجل هنا؟ فور. ليه؟ ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة. استنى بقى وده كله. ها ادي الرابع. ها برضو سنتيمتر كيوب تاني فوليوم. خلص لتشوز كده. سكوير البريمتر بتاعه 20. سكوير البريمتر 20 يعني الأربعة سايد ب 20. يبقى السايد الواحد هنعمل ايه؟ 20 ديفايدد 4 5. يلا قال لي يا اندرو ركز معايا يا اندرو. البي سي قال لك انه ايه؟ ستريت لاين. ده كده يا اندرو البي سي ده ستريت لاين. يعني دي كلها بكام يا اندرو؟ حلو. هو عايز ايه؟ تعالى نمشي بسن القلم. عايز انجل بي اي دي. عايز ده اهي. لا 180 ماينص طلعت 60 بس. خلصت. اللي بعدها يلا يا جانا. بص يا جانا البي سي ده ايه؟ ده ايه؟ طب انا قدامك الشاشه اهو. البي سي ده ستريت لاين. يبقى دي كلها بكام يا بت يا جنى؟ حلو نعرف نجيب دي.
اسمها ايه؟ طب تعالي نقرا اسمها. سي اي اي. سي اي اي نجيبها ازاي يا جنى؟ هنقول 180 ماينس ها 40. ايوه حلو قوي، تطلع 70. دول كده 110. 180 ماينس 110 يبقى 70. دي طلعت كام؟ ودي كام؟ حاضر حاضر، دي كام؟ دي طلعت كام؟ ودي بكام؟ عسل. تعالى بقى بص معايا. الاثنين دول قد بعض، يبقى معنى كده ان ده اهو الاحمر ده شايفه عامل بايسكت للانجل ده اهي ولا لا؟ قاسمها نصين ولا لا؟ ها مش دي قد دي؟ يبقى اقول له هستنتج ايه بقى؟ هستنتج ان الاي اي شايفه بايسكت انجل دي اي سي. خلصت. صعبة؟ طيب مين اللي عليه الدور؟ مازن ولا مين؟ يلا يا مازن. مازن الاي اي يا مازن ستريت لاين. دي كده 180 اتقسمت ثلاث نجوم تبقى كام يا مازن؟ 60. عسل. هو عايز ايه بقى يا مازن؟ تعالى نمشي بسن القلم. اي بي دي. اي بي دي بق السمكه جواها كام نجمه؟ جواها كام نجمه؟ واحده بس تبقى 60. طب لو جيت انا بقى سالت احمد، بص يا احمد نفس الرسمه، وجيت قلت لك يا احمد عايزين اي بي سي، زودت انا سؤال اهو اي بي سي جواها كام نجمه؟ اي بي سي نجمتين تبقوا كام؟ حلو 120. جميل جدا. طيب نكمل كلام. الله 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 يا بت يا جنى، دي بكام يا جنى؟ ونجمه، يبقى النجمه دي بكام يا جنى؟ 60 برضه. والمفروض دي كلها بكام يا جنى؟ يبقى الحته اللي فاضله دي يا جنى بكام؟ هنعمل ايه؟ طلعت 60. خلصت. يلا يا احمد. يلا يا جميل. ها دي كلها بكام يا احمد؟ ها كل دي بكام؟ بص يا حبيبي الاي بي مش ستريت لاين؟ حلو. طب دي 50، يبقى الجزء ده، الجزء ده بكام؟ 180 ماينس 50 تبقى 130. ال 130 اتقسمت نجمتين، يبقى 130 ديفايد 2 تطلع 65. جميل. اللي بعده. صح كده، برافو، ممتاز. يلا يا مازن، سهل قوي يا مازن، ولو ما حلتهاش ازعل. بص يا مازن الاي سي ده مش لاين، مش ستريت لاين، يبقى دي كلها بكام يا مازن؟ طب دي بكام يا مازن؟ تبقى الكلبة دي بكام؟ هنعمل ايه؟ 180 ماينس 50 طلعت كام يا مازن؟ حلو. هنعمل ال 130 ديفايدد ديفايدد 2 ها تبقى 65. يبقى الاكس بكام؟ 65. اللي بعده. ها تعالى يا جميل، مين اللي عليه الدور؟ قلنا جنى. يلا يا جنى الاي سي ده يا جنى ستريت لاين،
تبقى دي كلها بكام؟ طب والجزء ده بكام يا جنى؟ يبقى الجزء ده هنقول 180 ماينص 30 بكام يا جنى؟ طب حلو، اتقسموا كام نجمة يا جنى؟ يبقى هقول 150 divided by 3 equal 50. بالمناسبة الحل كده غلط، ناقص. ناقص ايه؟ بي ايه؟ امشي بسن القلم بعد اذن سيادتك. ايه؟ لازم تمشي بسن القلم. بي ايه؟ جواها كام نجمة يا بت يا جنى؟ نجمتين. والنجمة بكام؟ يبقى 50 بلس 50 ايكوال 100. كتير قوي يوصل عند 50 يقول لك خلصت. لا ما خلصتش. طب تعال نشوف السؤال اللي بعده. جميل قوي السؤال اللي بعده. احمد النجمه ب 60. طب ما تعالى كده 60 بلس 60 بلس 60 يبقى دي كلها بكام؟ يبقى انجل اي سي بي طلعت ب 180. طب الانجل ال 180 دي مش ستريت انجل؟ يبقى زين السي اي السي اي اند سي بي اون سيم ستريت لاين. بس خلصت. ها تعالى يا جميل اللي بقى. هبله هبله، مين الهبله اللي هتحل دي يا ترى؟ ها ها استنى بس اقرا معايا كده. قال لك الدي سي، بص كده معايا، الدي سي باي سيكت ريفلكس انجل. الدي سي ده شايفه عامل ايه في الريفلكس انجل؟ قال لك باي سيكت يعني قاسمها قد بعض. طب دي بكام؟ دي بكام دي؟ طب تبقى دي كده يا ولا اللي جاب 180 واللي يطلع اللي يطلع هنعمله ديفايدد ايه؟ يبقى 135. جميل جميل. صعبه بس برضو تعالى نتاكد كده هو عايز ايه. بي دي سي، تعالى نمشي بسن القلم كده. بي دي سي صح، يبقى احنا جبناها صح اللي هي 135. تعالى هنا يا جميل. جنى دي بكام يا جنى؟ طب ودي يا جنى؟ هو عايز دي، مش ده طبق يا جنى؟ الطبق بكام يا جنى؟ 360 ماينس 90. ايه طب 90 و110 طلعوا ب 200. 360 ماينس 200 يبقى 160. ها دي سهله اللي جايه. طيب وادي يا مازن، دي بكام يا مازن؟ ودي بكام يا مازن؟ تعرف تجيب دي؟ ايوه ده طلع 90. طالما دي 90 يا ولاد ركز بقى معايا، يبقى الام سي، شايف الام سي والام ايه؟ الانجل ما بينهم 90، يبقوا الاثنين دول ايه؟ ام ايه وام سي يبقوا ايه؟ يبقى طالما الانجل ما بينهم 90 يبقى هنستنتج ان الام ايه بريبن ديكلر ام سي. مفهومة؟ اللي بعده اللي بعده. ها يلا يا أندرو، ها أكتب هنا إيه؟ كومبليت 360 ماينس كام وكام يا أندرو؟ أيوه بلس إيه؟
ايوه دول كده لما جمعناهم طلعوا يبقى 360 ماينس 240 حلو دي لوحدكم يلا نمبر 13 130 المفروض هنعملها كده يا اولاد 360 ماينس 110 بلس 30 بلس 90 وطلعت بكام؟ 130 سؤال 14 يلا 14 اه لوحديكوا يلا ها يبقى 2x طلعت ب 100 يبقى الاكس بكام 50 صعبة؟ طيب السؤال اللي بعده بص بقى يا جميل دي بكام؟ ودي ودي نعرف نجيب دي كده؟ هنعرف وخلي بالك هي اتقسمت نصين طب بس الأول هنقول إيه؟ 360 ماينس 110 بلس 30 بلس 90 دول كده طلعوا 230 طب 360 ماينس 230 طلعت 130 ال 130 هعملها ديفايدد 2 طلعت 65 تعالى يا جميل نشوف اللي بعد كده احمد قال لك الاي اي يا احمد شايفه استنى بس الاي اي قايل عليها ايه يبقى دي كلها بكام طب اكس 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 4 اكس ال 4 اكس تمنهم كام يبقى الاكس يبقى 180 ديفايدد 4 يبقى مالك يا مازن؟ 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 رافع ايدك ليه؟ طيب 45 جميل جبنا الاكس طيب بص بقى معايا اندرو بص يا بابا ركز معايا قوي علشان دي عايزه عيل مفتح شايف الاحمر ده والاحمر ده ده حرف ايه ده؟ اكس اكس يعني فقه يبقوا دول ايه يا مازن يا اندرو يبقى الزد بكام يا اندرو الزد ايكوال مين ايكوال 45 واكتب له جنبها ايه ها فقه صعبه تعالى يا جميل يقول لك ايه اي بي ستريت لاين شايف شايف الدي سي يا جنى جنى الدي سي ده ايه ها الدي سي ايه لا ستريت لاين تبقى دي كلها بكام يا بنتي يا جنى حلو يبقى اول خطوه لو انا عايز اجيب دي بس اعمل ايه ماينس 40 تطلع 140 بعد كده ال 140 هعمل فيها ايه؟ تعالي بقى هو عايز اول مطلوب ايه؟ اول مطلوب ايه؟ تعالى نمشي بسن القلم ايه؟ ايه ام سي يا مازن مازن ايه ام سي الاخضريقه دي بكام وليه؟ 40 فقع ده المطلوب الاول أندرو تعالى نمشي بسن القلم يا أندرو
المطلوب الثاني بي ام اي بي ام اي بكام بي ام اي ها جوه بقها نجمه واحده اندرو تبقى كام هي 70 تمام 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 تعال نكمل هنا عايز ايه بقى بالراحه كده اول مطلوب يا احمد اي ام بي اي ام بي طب هي دي كل عايز الحته دي بس الزرقاء دي طيب يا احمد مش دي كلها بكام يا احمد دي كلها بكام هعمل كده 180 ماينص 140 ايكوال 40 جميل المطلوب الثاني يا جنى المطلوب الثاني يا جنى تعالي نمشي بسن القلم اي ام اي اي ام اي الحته دي خلي بالك هنا في نجمه وهنا نجمه هي دي كلها بكام يا بنتي من الفقة لا من الفقة دي ده كده ب 140 يبقى اكيد الاي ام اي دي نجمه واحده يبقى 140 ديفايدد باي تبقى كام صعبه طيب ده بقى عايز عيال بقى ايه عيال تعالى كده نشوف مازن طيب اللي جنبها دي تبقى بكام وليه ده اهي لا هي دي كلها مش بكام يا دي اندرو حلو يبقى الانجل ده اهي 70 هنجيبها ازاي بس نقراها كده اي دي سي هنجيبها ازاي الاي دي سي هنقول 180 ماينص 110 طلع 70 ها طيب بص بقى عسل جنى شايفه المثلث ده يا جنى المثلث الاخضريقه ده شايفاه ولا لسه ها الانجل ايه بكام والواد اندرو جاب انجل دي بكام نعرف نجيب النجمه دي هو المثلث بكام يا جنى؟ طب النجمة دي تعرفي تقريها؟ اقريها. ايه؟ ها؟ سي اي سي دي هنجيبها ازاي؟ هنقول 180 ماينص 70 ايوه طلعت 30 النجمة طلعت بكام يا جنى؟ ب 30 يبقى النجمة اللي تحت دي يا جنى بكام هي كمان؟ يبقى انجل بي سي دي ب 30 عسل طب يا احمد شايف المثلث الازرقي كده يا احمد شايفه كويس النجمه دي بكام ب 30 والانجل ده بكام حلو نعرف نجيب بيه ايوه 180 تمام 110 بلس 30 عظيم جدا تعالى يا جميل الله 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 الواد مازن جه ولا لسه ما جاش طب تعالى يا مازن شايف النجمه بكام يا مازن يبقى النجمة دي بكام يا مازن؟ حلو طيب الأنجل ده هي كلها بكام يا ولا؟ أه؟ ولا؟ يلا دي كلها بكام يلا؟ تبقى ده هي بس بكام؟ سكستي شايفين المثلث ده يا مازن المثلث الاحمر ده انجل دي بكام انت جبتها
والنجمه ده بكام يا مازن؟ حلو، نعرف نجيب انجل ايه؟ هو المثلث بكام؟ تمام. نعرف نكتب الستبس، تعالى نكتب الستبس بقى. الستبس اول حاجه جبنا النجمه، النجمه دي تعالى نقراها. اي بي دي اول حاجه جبنا ميجر ايه يا احمد؟ اي بي دي قلنا بكام؟ 35. طب تاني حاجه جبنا الانجل الازرقيكه دي اللي هي اي دي بي، جبناها ازاي؟ قلنا 180 ماينس ايكوال 60. ها بعد كده هنجيب ميجر انجل ايه؟ ده مثلث اللي هي هو 180 ماينس زي ما مازن قال 60 بلس 35 طلعت 85.